كان خدمك كل ابو ندعو له والله جابه للبيت والله بسعر انا اعتبره بسعر التكلفه ما في شك. نعم يعني الذبيحه ب 1500 انا اخذتها ب 1450 مخدوم ذبيحه تسوى مقطع جاهز والله العظيم انه جاب هذا المحل والله يجي ابو حسن هذا شيء طيب متى بتركب غدانا؟ ركبته؟ حطيت الكشنه واللحم كل شيء خلاص باقي الرز طيب ما صورنا ابو محمد اعطني خبر عشان اعطي طيب رصيدك ابو محمد اخذت عليه من سرتات الشباب هناك يا بيض الله وجهك الله يعطيك العافيه يا ابو حسن شكرا ويكرمك يا حبيبي شوف يا طويل العمر ما شاء الله اقول لك خيره واجد ما شاء الله لانه يخاف الله ويخدم الناس ويدعون لها الناس ويدعون لها الناس ايه والبركه تنزل مبسوط ملياردير وهذا رزق من الله الصدق ما له مثيل وهذا اللي يخاف الله اي بالله وابشر بالخير اتق الله اجعل له مخرجا هذا الانسان دائما تقي وفي خير ترى الغشاش لو نجح مره ما ينجح المره هذا انا ابو صالح والله ابو صالح نعم والله ابو صالح الله اكبر اسلم ابو محمد عندك شيء؟ ما اسلم اقول لك اللي ما ينجح اللي انا جيت الرجال انا جيت الرجال طال عمرك شريت من عنده شغله اي نعم شريت من عنده شغله المهم اصلي قال اصلي وانا والله اني مشك حان عليه تو فاتح مشروع اي ولد شباب صغير تو فاتح مشروع قلت اصلي كلش متوقع قال اصلي قلت حاطني اياه ويمكن نبغى شوش بعد ما يدري بعلمك اخذت طال عمرك شواحن كيابل جوال شواحن انا اخذت من عنده اربع كيابل حسب عليه الكيبل ب 90 ريال اخذت اربع كيابل قلت كيبل احطه في السياره اي وكيبل احطه في البيت وكيبل احتياط في السياره وكيبل اعطيه لها وقد موجود عندي في البيت لكن اصلي اصلي طبعا الشكل الشركه اللي مكتوب على الكيبل هي الشركه الاصليه يعني بدون ذكر اسماء شركه اي لا شعار لا الشعار نفسه وكل شيء نفسه اسبوع وجوالي ضرب من الكيبل ذا نفسه ما جاء في بالي من الكيبل يوم رحت المهندس قال السبب احد الاسباب الكيبل الشاحن خربان طبعا انا ما عاد جيت شريت من عنده شوفوا اخذ اللقمه هذيك مني اي ما عاد جيت شريت من عنده لو ينجح يوم اذا انه متعمد نعم ما ينجح ابد وقابله بعدين قفل المشروع باع وقفل المشروع سالته قلت شوف لحقوا على هالريجي لا ما مشى الحال لا ما وفق ما مشى ما مشى هو ترى بعلمك وش مشكلته قال شوف بعلمك ان شاء الله انا سالت على الموضوع قلت له بقول لك شيء انا والله اني انا زعلان منك بعد ما جيت شريت من عندك لان الموضوع كذا 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 قال والله العظيم اني كسبت بدل الريال 10 لكن خسرت الناس كلها قال البيعه هذيك اللي بعتها تراني كسبت فيها يقول حطيت فيها 5 كسبت 50000 لكن اعلمك من بعدها ما جاء احد عندي قال ابي شاحن لا يقول خسرت الناس طيب كيف قال انا وانا غشيت قال انا بنفسي انا يوم اخذت البضاعه ما عرفت اخذ البضاعه الزين طبعا سواء هو صادق شوف السبب او هو طعمك مو بصادق اي تمام انت مسؤول انا زبون انا ماني شغل بالتفاصيل خلف الكواليس انا زبون لي ولد صالح انا دافع فلوس ماني جاي مستحيل الشركه مستحيل الشركه اللي بتعطيك هذه انها لا ما اخذ من شركه لان اصلا هو ما اخذ من شركه هو ما اخذ من شركه هو اخذ له من موزعين اي موزعين نفس ولا راح الاسواق ولا هذا عدم معرفته نعم ممكن ممكن جاهل ممكن ممكن غشين فعلا اما الحلال مثل ما قلت واحد المشاريع الرجال اللي قابلته ترى عمره 27 سنه وان شاء الله نيجي كل سنه هو موجود ما شاء الله يجيب عماله ما شاء الله ويجيب اخوانه ويحط خيمته وعزبته وحاط الشبك تدق عليه ابو فلان اول الله اول ما يسالك يقول من ضيوفك وكم عددهم ما شاء الله وش تبي الذبيحه ترى عندي كذا عندي درجات عند الناهيه مره ب 1850 بس بس لحطيت حطيت يجمع تتكلم عن الحري نعم ولكن النعيمي طال عمرك لا من 2200 اللي هي الكبير مره صدري اللي ما بعد شيء لكن عنده ب 1300 عنده ب 1400 عنده ب 1500 عنده كل الاسعار يا سلام انت وضيفك انت وريالك وش تبي؟ ايضا في مشاريع اللي مشاريع الزراعه اللي تكلم عليها سعيد السيمي ترى مشاريع الزراعه حلوه اي والله وتراها متعه الزراعه اجمل ما تشوف اذا بذرت الشيء وجيت بعد فتره له طالع نبت الله اكبر والاجمل من ذلك اذا ارتاح الشجر مثمر اي بالله ما شاء والله اني كنت استمتع فيها في الجنوب لا لا شيء مجرب ده. اذا جاء وقت شفناها واثمرت يعني متعه صراحه عاد المزارعين القديمين يا ابو صالح نعم ابو محمد عليهم عتب كبير يملكون خبره بس ما استفادوا من العلم الجديد الحين في شباب توهم طالعين
يا اخي زرع الرمان الله اكبر في حايل صح، زرع الرمان مزارع وسوى مشاريع رمان لانهم استخدموا العلم، العلم يتطور حتى ما كان معروف من قبل ما كان معروف اي نعم بالله. انا جيت في حايل مهرجان رمان لا اله في منطقه مهرجان رمان اول مره، وحنا الرمان عندنا يزرع كذا بالفطره، احنا عندنا في الطائف الرمان يزرع كذا الله بدون يعني انت بس تحطها ولا الرمان يطيح الثمره تطيح وتجيك رمانه ما نزرعها، لكن عندنا معتمدين على الخبره القديمه والمزارع القديمه، المزارع القديمه ما يزرعون الا على اطراف الارض صح، داخل الارض ما يزرعون نعم. عندكم نفس النظام والاراضي فاضيه والزرع كله على خط واحد ابو صالح تدري لا. عند المزارع القديمه كيف على خط واحد بس ما يسوون خطين لا اله الحين في القصيم علشان المويه لا انا يحيطون بالمزرعه كذا يحيطون ايه. بالمزرعه مو بعشان المويه يحيي تدري ليه ابو صالح نعم حمايه للمزرعه نعم نعم والامر الثاني الخبره الله اكبر اللي نعم. هو الكزبره والبقدونس والجرجير خلي لها مكان خلي لها مكان اي نعم نعم طيب انت خليت لها مكان وحربت نفسك من 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 بستان صح الحين الاراضي يا ابو صالح شفت الهاوس ذا اي نعم والله يا ابو صالح انهم يزرعون على اطراف والارض تقعد فاضيه يقول لا عشان ايش عشان الخضره طيب الخضره احيانا يجي البرد يذبحها كلها نعم واحيانا الخضره كرتون الموز الكبير نعم بريلين الطماط ولا الخيار ولا احيانا الخضره يجي موسمها وتنظر بالاسعار وعلى مواسم نعم على مواسم هذا ولا بد من خبره نعم اي حتى تراها تجي الرعى البيت اللي مثلا ياخذ لها ارض واسعه ايه بعض الناس يبرس العماره بالوسط ويضيع والبادي تروح عليه يا اخي حطها لها بركن صح وتستثمر الاركان الثانيه بغيت تحطها مزرعه وان بغيت تبني لك مثلا بالركن الثاني والمهم ان بعض يبركها بالوسط ثم تخرب الارض عليك اللي بوها ما استفدت من جوانب هذا راح المزرعه نعم بالله انا ما لازم ابو عبد الله يجينا بعدين ناخذ منها المعلومات لكن الرمان لقيته في حايل الرمان لقيتهم زارعين شو مسوين يا ابو صالح؟ اي نعم ولا انا ابو محمد المزرعه كلها رمان زارعين بطريقه النخيل النخيل كم يحطون 5 متر؟ اي كذا واقل واكثر واقل واكثر لا 3 متر ما بين النخله والنخله؟ اي نعم 3 متر لا الرمان اكثر لان الرمان يفرج الرمان اكثر يفرش اكثر طول عمرك حاطين حاطين الرمان في المزرعه بالشكل ذا زارعينه امتار يعني بتطلع من فوق التصوير من فوق تشوف منظر جميل اثر الرمان نوعين الله اكبر رمان مر ورمان حلو سبحان الله عندك خلفيه اول مره ادري ما شاء الله يا الرمان المر يا ابو صالح نعم. يحطونه للدبس تعرف دبس الرمان هذا اللي موجود يحطونه مع الحلا ويحطونه ايه. على الاكل اي نعم. نعم هذا يستخرج من الرمان المر سبحان الله واما الرمان الحلو هذا اللي يطلع منه العصير اي عصيرات والرمانه والرمانه نفس الشكل نفس حتى الحبوب نفسها نفسها لكن اللهم لا ذقت هذه الطعم يختلف لا الطعم يختلف وإذا جيت مثل البرتقال ومثل التفاح ومثل لا البرتقال شراب مر مر هذا ما تقدر تاكله مر ما ينكل رمان تشوفه ما تنكل اي الله ما تقدر تاكله مر مر فطعمك فاتحين المزرعه ابو صالح تدفع تذكره مبلغ معين التذكره هذه وش فيها؟ يعطونك سله اي تعبي بها رمان وانت بكيفك تعبي بها رمان دبر نفسك اي وحاطين على الاطراف وش مسوين على الاطراف؟ مسوين كافي كافي ايه تمام؟ اي نعم نعم والجهه الثانيه طال عمرك مسوين مثل السوبر ماركت يبيعون فيها رمان حلو ورمان مر ويبيعون فيها دبس سبحان الله شفت هذه مزرعه شوف كيف طلعوا منها منتجات يطلعون هذه طلعوا طعمك دبس طلعوا طعمك رمان حطوا لهم كافي وحطوا لهم حتى سكريم رمان مسوينه شوف العلم يوم استخدموا العلم نعم 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 وجابوا الرمان في ديره ما هي بديره رمان ايه حطوا الرمان ما شاء الله ترى المزارع الحين بعد العلم الجديد ايه تزرع من اللي كان يتوقع الرز والبن والهيل المملكه الحمد لله واللي كان يتوقع ان حايل تزرع الرمان والعنب والعنب عنب يعني في بعض المناطق ما كان يقول لك ما تزرع هنا العنب ما يزرع هنا تلقاه موجود عندنا في الجنوب يقولون النخل ما موجود النخل كل 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 ما بلازم الساحليه ولا المستوى موجود الارض يا اخي تراها شيء للرز وشيء لل البن وشيل الهيل وشيل العنب ويختلف بس العلم العلم يا ابو صالح الحين لا العلم الحديث كلها ازرع في اي مكان لا اله ابو صالح تدري انك تقدر تزرع من مشاريع المتقاعدين تدري انك تزرع في بيتك الحين والله انا زرعت ببيتي والحمد لله واستفدت انت زارع في بيتك مساحة كبيره ولا صغيره والله عندي ارتداد وزين حطيت نص بوايك وحطيت نص زارع في تربه يا ابو والله التربه احيانا اجيبها واحيانا التربه الارضيه
أول ما زرعت النخل شيء نجيبه من الحسن بس ما يبيه وشيء من نجيبه من الدرعية وشيء يجيبه من الخرج شفت لكن إن الأرض مثلا ضيقني وأنا أجيب مجموع نخل النخلة وش تقول للزراع تقول عن أختي أبعدني وما تأخذها منها ما تأخذها منها أخذها مني هذا مثل نعم أبعدني شوي يصير أقل شيء 3 أمتار لكن فيها أشجار تنتشر وتملى المحل يعني بينها يعني طيب أبو صالح تدري إنك تقدر تزرع على السطح والله أنا شفت ناس معلقات بمواصير يزرعون عفر عفر عرفت يا أبو محمد شيء شيء هذا اسمه الزراعة المائية يا أبو صالح المائية هي والله يحطون لهم طول عمرك شيء مثل شي. الصندقة بس إنها بلاستيك وداخلها مكيف هي نظرة وعندهم مواصير حق المحميات مثل حق اي محمية هذه يسمونها الزراعة المائية المائية الله والله يا ابو صالح انك تزرع حتى الفراولة فيها والله شفتها يا الطماط والخيار والفلفل والجرجير والنعناع اثمار تدل عليك وانت تخير تاكل من هذه ولا من ذي ولا وتزور سبحان الله العلم العلم شفت اشوف بعضهم اشوف بعضهم من السطح كله مزرعة صندقه كذا بيضاء هذه من المشاريع بعد اللي مفيده للمقاعدين والله مشاريع يستفيد الانسان والانسان اللي بيتعب الحقيقه لازم انه يثبت الصحيح هذا قبل كل شيء الارضيه هل تصلح اللي بتزرع ولا لا مثلا متى تزرع مثلا الوقت قد يكون حالين واحد يقول لنا زرعت طماط حطيت عندي طماط يقول الطماط راح كبر الشجره العشر هذا الكبار ذا يقول وتنفخ وتبر لكن ما عي يثمر شفت هو الحين يقول والله أنا حطيتها بوقت محدد ما دريت عنه يقول وإنها انهلت علي من العنب هي عنب قال وإن العيال يشيلون والجيران يشيلون سبحان الله قالوا هذه بركة من الله قال لا هذا لها وقت ولازم معرفة هذيك زرعتها بغير وقتها سبحان الله وصارت بس جرب بس بدون ثمر وهذا صار ثمر بدون جرب يطلع يمين ويسار ويتخبر العنب يتمدد وابلشه وقام يحط له رواش ويمتد عليها وقام يحول بالشارع وقام سبحان الله فالشيء لازم انك تاكد منه الارضيه والنوعيه وقت الزراعه وتراهم يفلحون احنا بلدنا ترى بكر والله يا المتقاعد يا الرجال نفكر والله ان يفلح ان بغى الحلال وان بغى الزراعه وان بغى الاستثمار وان بغى حالهم فيه مؤسسات يعني شركات يجي تكون مشرف تكون موصل مثل ما قال ابو فزاع والله ان الخير واجد صح 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 لكن صح بعض الناس يهتم ويطيح ويزود همهم سلامه الجميع سالم بعلمك سالفه العنب نعم احنا طبعا منطقتنا منطقه عنب ما شاء الله نعم بني سعد وميسان وبني مالك منطقه عنب لكن المتخصصين في العنب يا سلام الدكاتره العنب والمتخصصين والخبراء اي نعم هذه بني سعد كلكم تعرفون بني سعد عندهم العنب طعمك يزرعونه بشكل خرافي كرتون العنب تعرفه يا ابو صالح؟ عارفه نعم نعم هم عندهم كرتون العنب فوقه كبره تمام؟ الله الله يزبره يبدا طول عمرك من 200 ريال لا اله الا الله الحبه بلا فاخر فاخر الحبه طول عمرك كبره البيضه لا اله الا الله حبه كبيره عاد هي مبالغه لكن اكبر من حجم العنب العادي ولونها ابيض ورويانها ماء طبعا هم خبرات سنين خبرات شغالين فيها معروف بني سعد الحين تعلموا زراعة كان في عريش تعرف العريش حق العنب؟ إلا والله الحين ما عاد يزرعون عريش أيه. الحين شفت الشبوك حق الطرق؟ أي الحين طعمك صاروا يسوون مثل الشبوك حق الطرق أبو صالح بالشكل ذا يخلون العنب يمتد عليها يمشي العنب أي يمشي العنب بالشكل ذا يصير يوم ينزل ينزل بشكل جميل لا العريش لا. حلو بس صاروا ما يعتمدون عليه يسمونها طريقة الطريقة هي جاية من جهة روسيا و والمناطق اللي هناك زراعة العنب بالشكل ذا لا الشبوك اسرع الشبك اسرع اسرع في الانتاج الله الله اسرع افضل من العريش العريش تتزاحم فوق الاواني تتزاحم ويرجع ما تنزل الثمرة حقت العنب ما تنزل من العريش ما تنزل اي هذه تدل عليك تنزل تطلع جمالية كذا جمالية وغير كذا الامتداد يمد معك العنب وتمشي معك يعني وتمشي معك اي بالله وبعدين مثل ما قال لنا اللي هو ابو عبد الله يوم قال النباتات سلالات انا والله ما كنت ادري والله مثل البل كل سلالة في الحياة سلالة كل سلالة الله أكبر مثل البل نلخص سالفتنا احنا مع المتقاعدين المتقاعد يشغل نفسه بالمفيد وان المتقاعد يدور على قولهم مصدر والله فيه كل مصدر رزق آخر إذا كان يحتاج والله إنه موجود بس الكسلان مثلي طيب الرياضة يا أبو محمد الرياضة والله أنا دائما أشترك في النادي كل سنة النادي فيه تشترك طعمك يوم وما عاد تجي لا والله فيه سباحة وفيه حديد وفيه
لياقة وفيه كل شيء. زد على ذلك أن أحيانا الصباح ألف على الحارة أو في الليل، ترجع والله ترجع مرتاح نفسيا. فالمشي هذا ضروري ومهم جدا لأي واحد، مو بس المتقاعد، هذا فيه فائدة كبيرة. يعني أنا كان عندي السكر قبل فترة مرتفع، يا الله لك، صرت أمشي كل صبح، كل صبح يمكن لي حوالي شهرين. ما شاء الله ما شاء الله. قبل أمس رحت للمستوصف وحللت التراكمي، حتى الدكتور ما هو مصدق، طلع 6.6. ما شاء الله ما شاء الله. قال غريبة كيف؟ قلت والله إني أمشي يمكن نص ساعة بس إني يوميا أمشي. هذا من خل المشي خلاه. نعم. فترى ما هو بلازم إنك أنت المتقاعد تختار لك شغلة معينة مثلا، اشغل نفسك أو دخل مفيد، إلا إذا كان دخلك التقاعدي أو راتبك التقاعدي قليل أو في فرصة إنك تشتغل. فاشتغل يا أخي، المملكة والله الحمد مليانة أعمال تكفي السعوديين وغير السعوديين، الشركات كل شيء موجود، الشركات والله. ومعدلات التوظيف الآن مرتفعة وايد والشركات فاتحة يديها للشباب وأيضا للناس المتقاعدين. بمكانك، لأن قلت لك الشركات يبغون شخص يستمر، تمام، والشركات فيها رزق. وميزة القطاع الخاص انك سنة مثلا زي في بعض المطاعم انك كاشير، السنة اللي بعدها طول عمرك مشرف صالة، السنة اللي بعدها طول عمرك مدير فرع. ابو صالح في مطعم ما نبقى اسمه، مطعم مشهور هنا في السعودية، اي مشهور وله فروع كثيرة. آه في واحد من الربع من جماعتنا تخرج من الجامعة تخصص، هالتخصص عليه زحمة، فاذا بينتظر مدة طويلة عشان صح، عشان اللي هو عشان يجيه السرق، لأنه هو اختار تخصص الناس مزحومة عليه ولا يبي يدرس مدارس أهلية، فقاعد ماسك سرق ينتظر الوظيفة وتبتجي لو يعني 4-5 سنين بتجي الوظيفة، لكن قرر إنه يشتغل وظيفة ما يبله. لا 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 الله يجيب الوظيفة. إيه شاف إعلان قالوا يحتاجوا محاسب في هالمطعم. ما شاء الله. راح محاسب في هالمطعم، اشتغل من خلال عمله واختلاط بالناس السعوديين اللي قبله، بعض الجنسيات اللي موجوده في المطعم كبار سن، بدا ياخذ منهم خبرات شوي. طعمك رجعوه ورا قال لا انت ما تصلح كاشير، انت طعمك لازم تصير مشرف على المحاسبين. شوي طعمك قالوا لا انت خليك مشرف على الفتره الصباحيه او فتره مسائيه، انت مشرف فتره، يبون يحطونه مدير. هذا الكلام كله في 3 سنوات. الله اكبر. والراتب يزيد والراتب يزيد. الله الله. فالاخير طعمك اعطوه انت يا حبيبي مدير الفرع، بعد ما عرف الزباين وعرف الموظفين وعرف كل شيء، قال انت مدير فرع على طول. احلال شالوا واحد وحطوا مكانه لانه خبره وشهاده وسعودي، فاخذ الموقع. الان طول عمرك هو مشرف المنطقه الغربيه. الله اكبر. للمطعم ذا طبعا الراتب يختلف والبونص يختلف والامور كلها تختلف. ما قاعد في البيت وقال بنتظر دوري تجي الوظيفه، اقعد انتظر، لا راح قدم هنا وقدم هنا والوظائف. لو شوف البدايه، يعني بداية بسيطة ترى، دائما من اسفل الى نوصل، ترى مجيب. البدايات لا تغرك، دائما صعبة، تجيك بداية بسيطة، دائما صعبة وبسيطة، تبدا نعم. شيء بسيط، وابد من زي الدرج، ابد من الدرجة الأولى لين توصل. أما تقول أنا أنط على طول في أول درجة ما تجي يعني. أنت تبي السطح الحين، بعضهم يقول أبغى مدير على طول ما تجي. وين يا ابن الحلال؟ لازم رجال صادق ورجال مجتهد، خبرة، ولازم خبرة، كل الأمور توفر بك، والأخلاق الطيبة ترى تمشي مع الناس. نعم. هالحين مثلا اللي يبيع على طول بالسطح، من يجي مع السطح؟ ارقى درج، زلفه 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 زلفه. نعم. زلفه، حتى انه ياصل. نعم. هم تبي لك معاش تقول يعطوني معاش انت ذي ولا ارقد عند عيالي؟ الهم يزيدك هم والمطيح يزيد مطيح، شفت؟ وانا تقول هالحين والله ما باقي من العمر كثر ما مضى. لا لا يا اخي، اكتحوا وعينوا خير وافلح. الحقيقه بعض الناس الله يهديه هو اللي يهدم مثل بيته. مثلا الاخلاق، انا لقيت مثلا انسان متفرغ يطلع عياله ويطلع اهله ومن جو الى جو، وتراه ينشطون حتى العيال بالمدرسه. واحد يقول انا عيالي عاقبون يسهرون ليلهم كل ابوه، هم صغيرين طبعا ما هم كبار، ويطلع هو اياهم ويخليهم يلعبون كوره ويمشون بالحر ولا بالبرد، وكل الامور متوفره. مرحبا. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. حي الله ابو نايف. لا ادري ما قال ابو نايف، حياك الله. مرحبا. كل هذا شوق يا ابو نايف. يا مرحبا يا ابو نايف. عجيز اصبر عليكم. زد رصيدك حصريا ومجانا على شاهد، حكايات
لا تنتهي.